الشمال السوري على صفيح ساخن. فمنذ إعلان تركيا عن عزمها شن عملية عسكرية داخل الأراضي السورية، تشهد المنطقة تحركات من أطراف عدة. أحدث فصول هذه التحركات، وفي حدث نادر، نفذت قوات من الجيش السوري بالتعاون مع قوات روسية وقوات من سوريا الديمقراطية دورية مشتركة بمنطقة رأس العين على الحدود السورية التركية. وانطلقت الدورية من مدينة القامشلي واتجهت إلى مدينة عامودة، ثم استقرت في القاعدة العسكرية الروسية في تل تمر. شهدت مناطق ريف الحسكة الشمالي والشمالي الغربي تحليقا مكثفا من الطائرات الحربية الروسية وأخرى تابعة للتحالف الدولي. في المقابل، بدأت تركيا والفصائل الموالية لها في قصف مناطق انتشار القوات الكردية في ريف حلب. يأتي هذا كله في خضم توتر تعيشه المنطقة التي تتأهب لعملية العسكرية التركية المزمعة، والتي من خلالها تسعى تركيا إلى فرض سيطرتها على مناطق عدة في الشمال السوري. إذ يقول مراقبون إن تركيا تسعى إلى بسط سيطرتها على مدن منبج وتل رفعت وعين العرب كوباني، وهي المدن التي ستسمح لأنقرة بربط المناطق التي تسيطر عليها في الشمال السوري ببعضها، وصنع ما يشبه سياجا عازلا على حدودها الجنوبية.